سي بون. معنا حمدي الحرباوي اول لاعب تونسي يفوز بكاس بلجيكيا. خلونا نتكلم كلمه. عندي برشا ما حكيش بالتونسي، سافي بليزير توا باش تعدى في التلفزه التونسيه. سي تري بيل فيكتوار، خدمنا برشا سنة والحمد لله معناتها في الشامبيونا ونا مال ديماري وتوا معناتها رجعنا بالكدا وفي الكوبا عملنا باركور باهي برشا. On était récompensé aujourd'hui à la khater. On a vraiment un très bon groupe et. C'est la quête, il faut me servir. C'est la quête, il faut me servir. عندي باركور كان صعيب برشا، كنت في تراجي و بديت بالكدا وما حلفنيش الحظ وكنت في لا مش مظلوم اللي يخدم ربي يوفقه تو تار معناتها لو ترافاي بي تو الحمد لله كنت في معناتها كنت وقت اللي كنت في تونس كنت في بيريود صعيبه برشا معناتها بريسك جافي 19 ans وتعديت بيريود صعيبه رجعت من بعيد الحمد لله وصلت لعبت في بلجيكا في ترويزيام ديفيزيون ترشحت شامبيون كنت مع ترويزيام ديفيزيون دوزيام ديفيزيون وطلعت بريمير ديفيزيون ديما كنت ميور بيتور الحمد لله كل عام قاعد جو بوس مي ليميت جوست كلمة للجمهور التونسي شو تقول له؟ بلادي متوحشة وماذا بيا ان شاء الله نهار نلبس ماريو المنتخب التونسي ماذا بيا يشوفك كما شفناك اليوم ان شاء الله اللي يخدم بقلبه ربي ما يضيعوش سي سا سي ترافاي كيبي بعديك مش انا ماذا بيا نلعب في ليكيب ناسيونال مي خلي الامور هذه للسيليكسيونور والناس الستاف تكنيك برافو حمدي عايشك وسلم لي على البلاد.